الماضي هيلعب بنفس طريقه، لان نيجيريا ما يختلفش كتير قوي عن كوت ديفوار، يعني نفس الفكر ونفس المهارات ونفس طريقه اللعب. فانا شايف انه هيلعب بنفس الطريقه، هيحاول يضغط برده ان هو يجيب جون في الاول، هيحاول على قد ما يقدر برضو ان هو يفهم اللعيبه ان كم الفرص اللي بتيجي دي ممكن يعني في الاخر بصوا ضيعوا فرص وقصوا بنتيات، لولا يعني برضو توفيق كان ممكن يخسروا بنتيات. فلازم اللاعبين في الاوقات اللي هي او الماتشات المهمه اللي في سيمي فاينل وفاينل لازم يركزوا جدا، ان ما ينفعش ان فرصه تجي لي سهله جدا واضيعها، ان في الاخر الفرصه دي بتفرق في النتيجه. فانا يعني انا شايف ان الجزائر النهارده هيبقوا مركزين اكتر، عندهم رباعي الهجومي او الخط الوسط والخط الهجوم متفاهمين جدا، اللي بينزل زي يعني احنا بصينا سليماني نزل ادى زي بغداد بن جناح، ادم اونس نزل مكان رياض محرز ادى، فهو عندهم اوراق كتير قوي، عنده اوراق كتير قوي بره بيقدر يشتغل عليهم، ما بتحسش ان هو بيتاثر بالسلب لما بينزلوا، بالعكس لما ادم اونس نزل من مكان رياض محرز لا الجزائر ادت احسن كمان. فانا شايف ان يعني لا الجزائر هينزلوا بقوه، هم احساسهم حتى الجمهور احساسه ان هو البطوله دي بتاعتهم.